طواف دبي الوردي مبادرة توعوية انطلقت منذ 7 سنوات تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، وتهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بهذا المرض إلى جانب بث روح الأمل والإيجابية للمرضى وأهاليهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل السيد سالم بلاحج مدير مكتب صندوق الصحة بدبي. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، ومعانا اليوم السيد سالم بلاحج مدير مكتب صندوق الصحة بدبي. أهلا وسهلا فيك أخوي سالم. يا مرحبا أختي، إيش حالك؟ عساك خير. الله يطول عمرك. الله يسلمك. بداية حدثنا عن ماهية هذا السباق وتفاصيله أكثر. طبعا حاشك المنعرف أن شهر 10 أو أكتوبر دائما يكون احتفالية أو التوعية بأمراض البريست كانسر أو سرطان الثدي. هيئة الصحة دائما تحرص في هالمناسبة أنها دائما يعني يكون فيه حملات توعويه لل يعني النساء وللمجتمع بالنسبه للمرض هذا ومدى خطورته. نعم. وعلما ان المرض هذا يمكن اكثر انتشارا في الدوله، يعني نعم، من الامراض الخطيره يعني تعتبر. فالهيئه دائما تحرص ان تكون يعني التوعيه عن هذا المرض باستمرار يعني. نحن الجانب اللي هو صندوق الصحة، فكانت الفكرة أن نحن نطلع من إطار أن التوعوية الإطار التوعوي التقليدي إلى شيء عملي يعني أكثر. يمكن عملي ويمكن يضم فئات المجتمع أكثر يعني. جميل. فطلعنا بفكرة الطواف الوردي هذه، أن نشارك المرضى ونشارك المجتمع ونشارك بالتوعية بالمرض بطريقة مبتكرة جديدة يعني. جميل. طيب كم كان تقريبا عدد المشاركين في هذا الطواف؟ نحن يعني الحمد لله لضمان الاستمراريه او ان استدامه الحدث هذا، نحن يمكن هاي المره الثامنه ينظم الحدث هذا، وكل سنه الحمد لله المبادره هذه تزيد. احنا الحين وصلنا للسنه هذه عدينا 5000 مشارك. ما شاء الله، عدد كبير. عدد كبير ومن كل الاجناس يعني، يمكن كل الجنسيات وكل الاعمار. صحيح، لاحظنا من الصور. فكانت المسيره تقريبا يعني فيها مسؤولين موجودين، فيها أطفال موجودة، فيها نساء، فصار الأويرنس أو التوعية بطريقة مختلفة، أن الناس عرفت عن المرض، شاركت المريض في أن توقف وياه يعني بطريقة جديدة، بفكرة جديدة يعني إن شاء الله. نعم. وتشجيع لهم أكثر أنهم، وطبعا لنا في نحن دائما في الاويرنس هذا وفي التوعيه هذه كنا نشجع المرضى او النساء او حتى الرجال في الفحوصات المبكره. نعم. لمثل هاي الامراض يعني. جميل. طيب استاذ سالم، شو الهدف من هذه التظاهرات او هذه المبادرات اكثر؟ يعني نحن نقول ان نجاحها بان احنا وصلنا لاكبر شريحه ممكنه من الناس، انها فهمت شو الفحص المبكر، شو عن المرض، كيف انت ترفع معنويات المريض يعني بمشاركته. نحن نشوفها في الدول الاجنبيه المريض الكانسر بشكل عام يعني يمكن ايجابي بطريقه يعني سبحان الله، يعمل يعني محاسب حساب للمرض. نعم. ويعطيه دافعيه انه ممكن يتناسى المرض او يعني حتى يستقوى على المرض. صحيح. بالطريقه هذه يعني. وثاني شيء انك انت تبث روح الرياضه، أن الرياضة هي وقاية عن الأمراض بعد، فهي كانت واحدة من المبادئ الأساسية اللي اعتمدنا عليها يعني.
بس كيف ان انتم سويتوا مثلا توعيه ضد مرض السرطان والرياضه، السرطان والرياضه مقارنه، كيف المقارنه بين هذا الشيء؟ يعني لو تحسبينها الرياضه وقايه يعني بالنسبه للصاحي وبالنسبه للمريض. صحيح. يعني حتى مريض الامراض هذه اذا صار فيها نقول نحن رياضه وكان فيها يعني مقاومه. نعم. من الانسان نفسه ممكن يعني يعدي المرض بطريقه اسهل يعني. الحمد لله. طيب هل تشوفون ان هذه المبادرات لها ترحيب واقبال من المجتمع؟ لها ترحيب. قسمها بطريقه الاستبيان، نحن يعني في عندنا مشاركين ممكن يكونون من 9-8 سنوات متتاليه. ما شاء الله. ففي يعني يمكن الاطفال اللي عمرهم 12 سنه الحين صاروا 20 سنه موجودين ويانا كل سنه، في نساء مشاركه كل سنه، في اللي هم ناجيات من المرض يشاركن معانا بايجابيه دائما. فنحن نشوف انه استمراريته هو انك انت وصلت للهدف اللي تبغيه يعني. الحمد لله. نعم. هل كان في توزيع بروشورات مثلا توعويه في هذه نعم. المبادره؟ طبعا احنا نشرك جميع المجتمع ويانا، حتى المؤسسات الخيريه. يمكن المنظمين يعني على مستوى عالي من لجنة أمن تأمين الفعاليات بشرطة دبي، هيئة الطرق، يمكن جميع مؤسسات دولة اللي دبي كانت مشاركة. شو الجهات اللي كانت مشاركة معكم؟ القيادة العامة لشرطة دبي. نعم. بكل أطرافها يعني هيئة الطرق، البلدية، ديوة، الإسعاف، الدفاع المدني، لدرجة أن الدفاع المدني ملبس سيارة كاملة من الدفاع المدني باللون الوردي. حلو. وحاط عليها شعارات يعني مكافحة للسرطان. نعم. بطريقة مبتكرة بعد. نحن أعطينا فرصة أنه اللي يشارك يطلع اللي عنده. جميل. يعني تعاونية الاتحاد يعني خلال السنوات هذه كانت مشاركة بقوة ويانا في دعم المبادرة هاي بكل أطرافها. فنحن قلنا المشارك أو نحن نسميهم الشريك يطلع اللي عنده في هاي الساحة الموجودة. بالنسبة عندنا اللي هو جمعية أصدقاء مرضى السرطان. نعم. يعني صار عندنا كشف مبكر موجود في الميدان. نعم. في البينك كارافان كانت موجودة. جميل. ودكاترتهم كانوا موجودين. السنة أضفنا التبرع بالدم. كان موجود. فيعني توسعنا شوي في عملية التوعية وعملية الفحوصات. وحطينا بعد أن في بروشورات اللي حاب يعمل فحوصات مجانية. جميل. تم توزيعها على الفحوصات الحضر. كانت كلها مجانية؟ الفحوصات كلها مجانية. نعم. وبالنسبة حق الفحص الخاص للسرطان الثدي كان في بعد بروشورات أنه يقدر يروح محل مكانات الأشعة هذه ويعملها إن شاء الله. طيب أستاذ سالم، هل هيئة الصحة دورها فقط أن دورها يكون في التثقيف والتوعية أو يتخطى التوعية والتثقيف؟ لا طبعا، احنا يعني يمكن قبل سنتين استحدثت الهيئة صندوق الصحة. نعم. فصندوق الصحة كان الهدف منه دعم الحالات المعسرة في الأمراض هذه. فأنت نحن نقول يعني إذا قلت للمريض أو شخصت المريض أنك أنت مريض سرطان فهذه تعتبر صدمة كبيرة بالنسبة له. صحيح. وبعدين تصدمه بأن العلاج بيكون غالي. يعني والمدة تكون قصيرة. هي فأنت هني يعني صدمتين. فنحن أوجدنا برامج أن المريض المعسر اللي ما بيقدر يغطي علاجه. نعم. نحن ندخل ونقول له لا تشيل هم العلاج. نحن انتوا تتكفلون بالتكاليف. مثل هاي المبادرات فتحت لنا ابواب للناس وللمجتمع. ان اللي حاب يعني مثلا يساهم او يتبرع او جميل هذا. جميل. يقدر يتواصل ويانا للصندوق الصحه. يقدر يعني يقدم يعني دعم لمثل هالمرضى. والحمد لله نحن على السنوات الماضيه قدرنا نغطي عدد كبير من المرضى المعسرين يعني اللي قادرين علاج المرضى. نعم. المعسرين اللي ما قادرين يعني يغطون خد يعني هل العلاج يكون فقط في الدولة ولا خارج الدولة؟ الحمد لله في بلادنا مثل هالأمراض إذا اكتشفت مبكر العلاج متوفر في الدولة. نعم. يعني إن كان أدوية إن كانت عمليات يعني إن كان علاجات اللي هي الكيماوية وهذه يعني فالحمد لله يعني كل العلاجات هاي متوفرة يعني. نعم. طبعا هي أسعارها غالية بس
قدرنا نحن نوفر للمعسر يعني الخدمة. بالتعاون مع أي جهة صارت هذه المساعدات؟ المساعدات طبعا احنا دائما نناشد جميع فئات المجتمع، إن كان تجار، إن كان جمعيات خيرية، بنوك، مؤسسات يعني تهتم بالجانب هذا، إن كانت يعني مؤسسات خيرية أو مؤسسات حكومية يعني. فطرقنا كل الأبواب يعني اللي هي ساهمت ويانا في دعم مثل هذه الحالات يعني. ما عندكم حالات صعبة في هذه المبادرة؟ التحديات نحن نسميها، والتحديات دائما توجد يعني تكون موجودة في هذا، وهي متعة أنك كيف تتغلب على التحديات اللي تكون موجودة دائما. الجانب المرضى الحمد لله نحن حاولنا نغطي يعني أكبر قدر ممكن من المرضى. المساهمات يعني كانت جيدة، يعني حتى المسيرة هذه كانت لها تغطية حلوة. نعم. وإن شاء الله يعني الحملة مستمرة، نحن حاطينها تحت مبادرة سميناها غير حياتهم بالنسبة لمرضى السرطان. نعم. وأي تبرعات تكون لهذه الحال الفئات تكون تحت المسمى هذا يعني. التوقيت الحملة فقط كان في شهر 10، هل نبي يتكرر مرة ثانية حاطين؟ طبعا شكل ما قلت احنا هذه الثامن سنة نسويها. السنة أو خلال السنتين الماضية ارتبطنا ويا اللي هو شهر الفعالية، اللي هو شهر اللياقة البدنية. نعم. اللي هو 30 في 30. نعم. والسنة حتى نحن من ضمن الفعاليات الأساسية ل30 في 30. نعم. اللي هو كانت المبادرة مالنا. سنويا نحن نسويها في شهر 10 في آخر أسبوع من شهر 10. نعم. والحمد لله الإقبال كل سنة يزيد يعني. بدينا من 100 شخص وصلنا ل 5000، فيعتبر انجاز يعني بالنسبه يعني تقريبا هذه المبادره تكون مره في كل سنه. في كل سنه. نعم. طيب استاذ سالم، شو الخطط المستقبليه لكم لهذه المبادره؟ شكل تعرفين احنا مثل هالمبادرات دائما يعني نسعى لهدف معين، ان احنا يعني نوصل لاكبر شريحه ممكنه من الناس، نقدم المساعده لاكبر شريحه من الناس. نعم. هيئه الصحه طبعا ما دام حط الصندوق او يعني سوت إدارة أو مكتب باسم صندوق الصحة، تهدف إلى أن المجتمع يعني يعيش في أمان، في صحة متكاملة يعني. وهذه من الأهداف الأساسية لهيئة الصحة، أنك أنت المريض في بلادك، أنت شكل ما شفتي الصور يمكن جميع الجنسيات موجودة في الصور، وهذه لكل الجنسيات تحرص أن تكون كل سنة موجودة. فنحن نخطط أن نكون يعني استدامة مثل هاي البرامج يعني تساعد أكبر شريحة ممكن، تبث روح السعادة بين الناس، التسامح. فهاي المبادئ كلها نحن يعني نطمح أن نوصلها بطريقة جديدة وبطريقة صح يعني إن شاء الله. أستاذ سالم، نحن نشكرك على حضورك وعلى هذه المعلومات. وأكيد ندعو الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وأنهم يلتزمون بهذه الفحوصات لتجنب الأمراض. شكرا، جزاكم الله شكرا لك.